Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. خطف الدولي الجزائري سعد بن رحمة الأنظار في مباراة فريقه وستهام أمام نادي بورنموث سهرة أمس الاثنين في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقدم بن رحمة مباراة كبيرة بعدما شارك في المباراة أساسيا، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ضربة جزاء. جدير بالذكر أن موقع هوسكورد كان قد منح سعد بن رحمة تقييما مرتفعا. وبعد نهاية المباراة قال ديفيد مويس حول أداء سعد بن رحمة: سعد بن رحمة لم يكن مبرمجا لتنفيذ ضربة الجزاء، لكنه نفذها بطريقة ممتازة، عمل رائع. أنا سعيد جدا لأنه مهم جدا بالنسبة لنا ونحتاج له، إنه مراوغ بارع. لا تجد العديد من المراوغين الآن يريد مراوغة اللاعبين، لكن بالنسبة للناس التي تتابع مباريات وستهام ستلاحظ أن سعد بن رحمة تنقصه اللمسة الأخيرة، سواء كانت عرضية، تمريرة أو تسديدة. لهذا نحاول بشكل متواصل العمل على تحسين هذا. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.